طبعا الفاصل بنتناقش فيه في كل التفاصيل، لكن وقفنا أستاذة أمينة عند ملاحظتك حول خطاب الدكتور مرسي. الخطاب النهاردة اتكلم عن دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة ولم يذكر كلمة مدنية. كلمة مدنية لها معنى محدد، إن الدولة في تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها تقف مسافة متساوية بين جميع المواطنين وتحفظ حقوق المواطن. الديمقراطية الحديثة دي أي كلام يا عبد السلام، يعني ده ما تعنيش حاجة في التعريف في الـ في الـ في الواقع العملي. وإحنا وبالذات لما يكون الكلام حوالين أنا جاي أفتح مصر، أنا جاي أعمل دولة الخلافة، أنا بلغي قوانين بتاعت المرأة كلها من البرلمان، عايزة أزوج البنت بس مش هيحجبنا، يعني قال إن هو لن أنا مش ضمنها دي الحقيقة، دي أنا كمان مش ضمنها، يعني أضمنها أنا مش ضمن أي حاجة الحقيقة. هو كلامه جميل يعني انا شفت ان في تقدم في يعني تقدم في الخطاب الحقيقي، وافلح ان صدق زي ما بيقولوا العرب القدامى. لكن ما عنديش امارات تخليني اثق، لكن بصرف النظر عن ذلك لو جاء رئيسا انا كحزب معارضه في التجمع وفي الوفد وغيرنا سنقبل بهذه النتيجه وسنحاسبه على سياسة والبرنامج الذي طرحه ونفذه أو لم ينفذ. توقعاتك في المرحلة القادمة، هل الدنيا هتهدأ؟ أنا عايز نكلم الناس العادية اللي هي قاعدة بتتفرج علينا على الكنبة، الناس دي الدنيا هتهدأ ولا الدنيا هتفضل عاملة كده؟ والله أنا رأيي أنه هيبقى، قصدك بعد ما يجي رئيس يعني من هنا لحد الرئيس، من هنا لحد لا يعني من هنا لحد الرئيس ماهيش مضمونة قوي، يعني برضو ممكن تحصل مفاجآت في الطريق من هنا إلى جولة الإعادة، هي الله أعلم. لكن بعد انتخاب الرئيس ممكن يبقى فيه هدوء نسبي، في حالة لو جه الفريق شفيق مش هيبقى فيه هدوء خالص لو جه مرسي رئيس الجمهورية. تتوقع هدوء نسبي إذا جاء الفريق شفيق، إذا جاء الدكتور مرسي هتبقى لا هدوء، هتبقى المسألة مزعجة وهنخش فيه يعني أعتقد طريق طويل من الصخب السياسي إذا صح التعبير، حتى يمكن أن نستقر في النهاية على صيغة تبقى صيغة سياسية تستطيع القوى السياسية أن تتوافق فيما بينها على ما يرضي طموح كل طرف وما يحقق في نفس الوقت مصلحة المواطن اللي هو في الشارع. لأنه الواحد منزعج جدا لما يشوف الفضائيات، وهنا حتى في السي بي سي لما يقول لك التحرير الآن، ما حدش بيجيب ميدان الساعة في طنطا الآن في ايه، ميدان الرمل في اسكندرية في ايه، مفيش حاجة. يعني في عندنا 29 محافظة، القاهرة محافظة، في 28 محافظة مهمشة، كأن الناس دول ما لهمش رأي، الناس دول لهم رأي وهم دول الناس اللي فارقين في التصويت على فكرة، وده رأيهم اللي أثر وجاب نتيجة على عكس ما كان متوقعا في الجولة الأولى. وأعتقد أنه في الجولة الثانية هذه الأغلبية اللي بيسموها الأغلبية الصامتة سوف يكون لها القول الفصل في جولة الإعادة، وهي أعتقد في تقدير اللي هترجح طرف على طرف آخر. طيب كلمات أخيرة أستاذة أمينة. يعني أنا برجو المرشح الرئاسة الخمسة الأوائل إنه الذين صمتوا حول ما جرى في التحرير أمس وحول العنف الذي مورس أن يوجهوا رسائل لابد أنها ستكون مسموعة، وعلينا أن نقبل بكل شروط الديمقراطية فيها خاسر وفيها فائز، ونرتكم فيها فقط للتصويت داخل صندوق الاقتراع. أستاذ سليمان كلمة أخيرة. يعني كلمة أخيرة عايز أقول أنه أنا مش عايز أبان أن أنا مع مرشح ضد، أنا يعني بالنسبة لي بشكل شخصي أقبل بأي المرشحين إذا فاز، لكن في النهاية صعب مصر كدولة تبقى دولة دينية. يعني صعب يتغير لونها، يتغير يعني شكلها، يتغير يعني ما اعتقد انه الناخب اللي قاعد دلوقتي بيسمعنا اللي هيروح يوم 16 او 17 يونيو عشان ينتخب هيبقى في ذهنه هذه الفكره انه كيف يرى مستقبل مصر مع ده او مع ده. واظن انه الناخب المصري حتى رغم ان عندنا اميه 30% ابجديه 30% تقريبا، لكن هناك درجه من الوعي كبيره تجعل الناخب
يعني يستطيع أن يميز جيدا بين المستقبل الذي يحبه لبلده، وإن هو تلقائيا كده وبالفطرة لا يحب أن تكون مصر دولة دينية. فيها دولة دينية أو نظام حكم ديني قائم على المرشد والتابع للمرشد أو اللي بيبوس إيد المرشد. كل ده ممكن يجوز أن يبقى في دولة تانية، لكن في مصر روح مصر نفسها أعتقد أن هي ترفض هذا الكلام. أنا بشكركم شكرا جزيلا أستاذ أمين النقاش، أستاذ سليمان جودة، بشكركم أعزائي المشاهدين. ده كان أسبوعنا النهاردة، كان أسبوع طويل. هنتقابل يوم السبت المقبل في 8 صباحا، هنكون معاكم مع الساعات الأولى من اليوم بتغطية مباشرة لمجريات النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق مبارك ونجليه وحبيب العدلي ومساعديه الستة. هنكون معاكم في تغطية طويلة ومكثفة لحظية كما اعتدتم معنا. وبعد ذلك الآن طبعا هينتقل الاستوديو إلى الأستاذ عماد الدين أديب والدكتور معتز بالله عبد الفتاح والدكتور عمرو حمزاوي لتحليل مجريات اليوم الطويل. بشكركم، ونتمنى احنا هنقبل بكل النتائج. جاء هذا الرئيس، جاء ذاك الرئيس، سنقبل بكل النتائج. كفاية ان احنا هنقدر نجلس في مقعدنا ونحاسب الرئيس، وده كان حلم عمرنا ما كنا نحلم به على الإطلاق. بشكركم، أتمنى لمصر السلامة، وهذه لميس الحديدي تحييكم. تصبحوا على خير.